يلا واحد اثنين ثلاثة روح. شوفوا هاي التشارجر محترقة. يا هلا ويا مية هلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شخباركم؟ وإن شاء الله الكل بخير. طبعا الحمد لله والشكر وصلنا 200 ألف مشترك على اليوتيوب. طبعا هذا بفضل رب العالمين وبفضل دعمكم إلي ولايكاتكم واشتراكاتكم، وصلنا 200 ألف مشترك. أحب أشكر كل واحد اشترك بالقناة أو سوى لايك أو سوى ديسلايك أو بس شاهد أو بس طبع القناة، شكرا من كل قلبي. واكيد جيش الغالين ان شاء الله مستمر بالدعم، والفيديو قبل هذا وصلتوا 10000 لايك بخمس ايام بس. طبعا انا ما اطلب لايكات، لكن انتوا وصلتوا الفيديو بخمس ايام بس 10000 لايك، الحمد لله والشكر. طبعا راح تشوفون بنص الفيديو ما مزين، لان انا زينت وسويت هذا الفيديو ورا ما كملت الفيديوهات كلها. راح اخذكم وياي فيديو سريع. طبعا حاليا انا جيت يم محل LKQ مال تفصيخ السيارات، فراح اروح اشتري كلوبات او لايتات للسياره مالتي، لان تقريبا عندي 3 و4 محترقات لي قدام، هذني يعني فاتحين لان 2 والبقيه طاقتهم صور. يلا نروح نطب جوه. ودخلت طبعا هساني حاليا بنص جراج التفصيخ او التشليح مثل ما يسمونه عندي متابعين يسمونه جراج التشليح. فطبعا الادوات اليوم هي عباره عن بلايس ودرنفيسات 2. الدرنفيس يعني مفك، للي ما يعرفون شنو درنفيس. الجو اليوم ما شاء الله كلش حلو دافي. هاني حاليا بالسيارات الامريكية، هذا ان كل السيارات الامريكية هنا نتخطاهن ونروح على الكوري. مسويهن اقسام، قسم السيارات الامريكية، قسم السيارات الالمانية، وقسم السيارات الكورية، وكل قسم خالين بيه السيارات. يا الله. طبعا انا اليوم تشفصت بالماي، حذان ترست ماي حاليا، بس يلا مكملين. متابعين القديمين اللي يتابعوني اول ما سويت القناة يتذكرون هاي السيارة مالت من. اللي ما يعرف طبعا هذا اذا تريد تفوت هنا تشتري او ما تشتري لازم تدفع $3 بالباب يلا تفوت هنا، واذا تشتري شيء لازم هم يعني تدفع عليه، اكيد مو ببلاش. شوف هاي كاديلاك شلون حلوه، ذا بيها. هاي السياره كانت مبينه بالحديقه بيها طحالب. هاي الشركه كلش قويه هاي السياره، يعني هي قديمه بس حتى سياقتها حلوه. شوف هاي السيارة 300 أوباما. هذا السويتش مالتها تبع وين مشمور هنا يصير. هذين الكفرات العلايت عجبني، بس الشيش لاحن ما ينشل عن. شوفوا هاي التشارجر محترقة صاير بيها، حتى الرقم عايفي عليها. يا الله هنا هواي يحترقن السيارات. هاي تشارجر صاحية كشو ما بيها. نشوف داخلها. هاي كانت بحادث، الايرباكات طاق، هذا طاق وذاك الثاني هم ينطاق. شو هاي اللي يصعدون عليها المحرك، تقدر تاخذها انت هنا تستعملها، يعني اي واحد يطب هنا يقدر يستخدمها. شفت هاي البي ام هنا وقلت الا اصور لكم اياها. طبعا لاحظت شي بالبي ام، شوف ايش قد بيها غراض هنا، بحيث ان كل هين لزمن التاير ويوازن السيارة. بأي سيارة ما موجودات الا بالبي ام، واعتقد المرسيدس همين. بعم سويها خراب هاي البي ام من جوه.
ما مبقين بها شيء صاحي. هذا الايرباك او مال الحسام اقصد. هاي الموديل مال السيارة والاسم وكل شيء. شوفوا هاي البردة اللي تصير بالبي ام، بس هاي ما تنزل وتصعد الا منها. بعد انتو يمكم بي ام وتعرفون بردة بيها تصعد وتنزل. وما زلنا مستمرين ندور على الجلوبات. انا لقيت قسم بس بعد لي قسم ثاني. شوفوا هاي الكيسور انتو ماخذين يداتها، واعتقد محركها همين. لا والله محركها موجود. هاي 2011 حلو داخلها. طبعا اشتريت الضوء العالي هذا، اشتريته وشديته على السيارة الحمد لله اشتغل، بس بقى الضوء العادي مالتها هذا ما لقيت من يمه، لان هذا الشكل جديد على السيارات الحديثة بس، واكثر السيارات هناك يعني مو حديثة. من تتوقعون هذا سعره ب$20 بالمحلات، بس جيت هنا اشتريته تقريبا $1.50. السيارة ها بيها فيك من الشغل هذن الاضوية الجوة يصيرن جوة بالدعامية ويترمش باللايت يقومان يطفن ويشتغلن. هسه راح اشوفكم وياها شلون. هاي الفيكة مالت السيارة كلش حلوة عجبتني. اليوم وصلنا الجلوبات مال السيارة هذن هنا من امازون طلبتهن. الجهة الاولى نطفر على الجهة الثانية. نفتح يا سمسم هذن الجلوبات. خلي الباكيت هناك طبعا، خلي لك مثل تشيس بي هواء. يقولون ابيض، كاتبين بالش اسمه بالموقع ابيض، بس ما اعتقد ابيضاني. افتح هيك والثانية. قول يا الله. هسه شنو هذا الجلوبر اللي نبدله؟ طبعا ورا ما بدلت اللايتات ما صورت لكم اياهن لان كان الدنيا الليل ومستعجل كنت فشديتهن، وحاليا انا بالبيت فتعالوا خليني اشوفكم اياهن. بسم الله ونشغل. هلا هلا عشان صار ابيض. هاي صوركم من برا. طبعا هو مو كلش كلش ابيض، بس على شويه صفار، لكن من الداخل من الطب تشوفه ابيض. هسه نشغل هذن الجوه يطن شوي ضوء عالي. طبعا ها طفيتهن شغلتهن. هلا صوره من قدام. هاي السياره من قدام. طبعا جاي انتظر محمد السوري راح يجيني، راح نطلع اني انا اخذ النفره. ها 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 لك رجعت على سيارتي. هذا محمد السوري وصل. بالعافيه على الخير محمد السوري. والله بخيرك على الخير وعلى البركه ان شاء الله، تشوف خيرها ويكفيك شرها. طبعا انا ما عندي مثل هاي سان روف. كان عندك كل تويوتا. كانت عندي بالتويوتا وبالسونات، بس هاي الكيا ما بيها. سابق يلا سوري نسابق ليش لا. تعال خلينا نطلع هنا بالشارع قبل شوي، خلينا نضرب الحزام. اصبر يلا. 1 2 3 روح. طبعا جاي نمشي على الهاي واي. شوف ايش صار عندنا. والله الدنيا انقلبت ضباب يا ستار. قمنا كل شيء نشوف. ما تدير بالك يا معود. ضباب. تعال طبعا هذا الاكزيت. طبعا هذا الاكزيت منه كل شيء مشوف. روح على هذا، على هذا اللاين. ويلي باوع. هاي منطقة باوع، هاي منطقة ضباب ما شاء الله. شنو الضباب هنا؟
كل شيء بشوف لازم تمشي تقدم يلا اي منا هيك على هذا الله يا الله مو قلنا قبل يومين الجو صار حلو شوف شوف الجو اليوم جاي ذب ثلج طبعا راح تظل ذب ثلج من هسه الساعة ب 12 لحد الساعة بالستة بالليل فشوفوا هسه هذا قام يتجمع شوي شوية قام يصير بيضة يا الله يروح ويرجع الثلج هذا الثلج مضر للسيارات هنا من ظل الذب ثلج اكو سيارات حكومية تطلع الذب ملح بالشارع فهذا الملح من راح تطلع بالسيارة مالتك بالشارع راح سيارتك تشيل الملح بالتارات والذبة جوا السيارة فالسيارة راح تخيس من جوا لان راح تصير كلها ملح فاكثر السيارات تلاحظون انه خايسة من جوا وبين خياسات هذا كله من وراء الملح مال الثلج Yeah, okay, you need to get down, 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 that way.